استفاد من هذه المبادرة بالدعم الدولة، بالإضافة أيوة. أن العدد الباقي هيستفاد بصفة عامة للمبادرة والخصم المعمول ليها. أيوة. عدد كبير من الشركات مشترك، بنتكلم في أكثر داخل على حوالي 2000 شركة حاليا، في أكثر من 4700 أو 500 منتج، في أعداد كبيرة جدا منتجات. هل جات لكم شكاوى بأن السعر بعد جوه المبادرة أعلى من السعر العادي؟ جالنا وتحققنا أن الكلام مش سليم، مش مظبوط. يعني هي كان واحد بيقارن تلفزيون 52 بوصة إن جنرال، فما ينفعش، لأن في مليون صنف، ولقينا فعلا عن الشركة مليون موديل جوه نفس الصنف، بالظبط جوه نفس المقاس، فلقينا فعلا عن الشركة اللي بيتكلم عنها ان في السعر الاولاني اللي هو بيتكلم عنه، وفي السعر المعلن، لان ده جهاز وده جهاز تاني خالص بمواصفات تانية خالص باعلى بكتير. انا عايز اقول هنا كمان يا دكتور انه برضو حكاية ان التحقق او الوعي اللي سيادتك كنت بتكلم عليها دي ما اعملهاش قبل ما اشتري، بس اعملها قبل ما اشتكي يا جماعة ارجوكم، عشان برضو احنا قلنا في الاول ان طاقة الجهاز وعدد العاملين فيه والكول سنترز بتاعته، يعني ما بقاش انا عبء ونضطر بعد كده نخلي الجهاز يعمل عقوبة للبلاغ الكاذب والكلام الفاضي ده، بس خلونا احنا نبقى واعيين. انا اتأكد انا الاول، يعني هو ده التلفزيون ده، هو التلفزيون ده، ما هو اذا كان ده مش ده وده في مواصفات اكتر يبقى من حقه يغلي. من الشكاوي التانية زي ما طلع كده برضو، في بعض الشركات المشتركة طبعا ليها فروع كتيرة جدا جدا، فما لحقوش لان هو لازم يبقى عنده ابلكيشن وبينزل وبيفعله، فما كانش لحقوا في الفترة الاولانية تفعيل الابلكيشن ده ببعض الفروع، فبرضو اكدنا عليهم وابتدت تتعالج اول باول. لكن بنقول دور جهاز حماية المستهلك اللي طلب منه هو دور الحوكمة، والحوكمة بمعنى بسيط كده ان احنا بنتأكد ان المبادرة فيها شفافية، انها بتطبق على كل الناس، ان في يعني تحديد مسؤولية وفي عقوبات للي يخالف المبادرة بصفة عامة. عملنا لده خط ساخن مخصوص عشان نستقبل شكاوي المبادرة 15303، وبنعرف الناس كمان للاستفسار عن المبادرة، هو فين بتتباع، ببيع ايه، استفاد ازاي. وطبعا الحاجة المهمة ان في بنوك داخلة بتمول للناس انها تقسط لغايه 24 شهر بفوائد قليله جدا، اقل من الفوائد العاديه اللي معموله، في حتى درجه ان المصاريف الاداريه متشاله خالص للشركات وبعض البنوك. هل الخطوات دي بتبقى متعلقه على باب المحل انه في تمويل وان في تقسيط وانه ولا اللي ما عرفش؟ لا احنا عشان كده احنا داخلين بنقوم بالدور ده، بنعرفه عن طريق الخط الساخن، يقدر يعرف ويقدر يقدم شكوى. عاملين برضو واتساب سهل جدا اللي هو 0160329، يقدر برضو يستفسر منه ويعرف اماكن المبادره ويقدر يقدم برضو الشكوى فيه. ثم المحور الثالث اللي دخلنا بيه وهو مأمور الضبط القضائي وسيارات ضبط الاسواق، بننزل بنتاكد من الجوده، بنتاكد من الاسعار، بنتاكد من تطبيق الاشتراطات العامه كلها في المبادره طبعا اول باول. انا عايز اشكر حضرتك شكر خاص وشكر كبير، ربنا يخليك، لان حضرتك اولا نورتنا ودي حاجه يعني تستحق الشكر، ثانيا حضرتك اهتميت وعدد من المساعدين مع حضرتك موجود معانا ومدنا بموافقه حضرتك بالصور الحصريه وسعه صدر حضرتك في استقبال الشكاوى. بس احنا عايزين بقى يكون لنا وعد حصري برضو كل فتره نتابع مع حضرتك تطورات الجهاز وننشر للناس طبعًا، ونعرف الناس طبعًا بالنتائج والنجاحات والحقوق الجديده للمستهلك. عينينا طبعا، ويعني زي ما بقول برضو التوعيه ودور القنوات المحترمه اللي يعني فيها نسبه مشاهده عاليه، ده مهم قوي انها توعي الناس وتاكد على معلوماتهم وحقوقهم جوه قانون حمايه المستهلك اللي احنا موجودين عشان ننفذه لهم. يعني بشكر سيادتك جدا دكتور احمد سمير فرج المدير التنفيذي والقائم باعمال رئيس جهاز حمايه المستهلك، وبشكر حضراتكم على وجودكم معانا في هذه الحلقه. بكره ان شاء الله حلقه جديده. مساء الخير.